الحياة مليء بالمفاجآت التي من المحتمل أن تثير عاطفتك عند سماعها، وهذا العالم مليء بالتنوع النباتي والحيواني. بينما تكافح الحيوانات حتى لا تكون عرضة للجوع، فإنها تطور آلية دفاع ضد من يريد استيرازها واصطيادها. وفي هذا الفيديو سنقدم لكم بعض المعلومات المدهشة عن الحيوانات. الثعبان لديه حاسة الشم في اللسان. الضفادع لا تشرب الماء بل تمتصه عبر جلدها. الفيل يبكي عندما يكون حزينا. الكلب هو أول حيوان صعد إلى القمر. الذبابة حشرة صماء لا تمتلك حاسة السمع. يمتلك الأخطبوط 10 أرجل وثلاث قلوب. العقرب إذا كان محاطا بالنار يلسع نفسه ليموت. فرس البحر هو الحيوان الوحيد الذي ذكره يحمل ويلد. الفرس يستطيع أن يظل شهرا كاملا واقفا على أقدامه. يتراوح حجم قلب الحوت إلى حجم السيارة. القرد إذا دغدغته يمكنه الضحك مثل الإنسان. الدولفين يغلق عينا واحدة فقط عندما ينام. السحلية يمكنها التركيز على شيئان مختلفان في نفس الوقت. البقر في سويسرا له شهادة ميلاد وهوية مثل البشر. الأسد في اللغة العربية له حوالي 1500 اسم. الأسماك التي تعيش في أعماق عميقة في البحر أغلبها عمياء. الكلاب لها 15 فصيلة دم مختلفة. الجمل ليست له مغارة. النعامة تستطيع العيش حتى 75 عاما وتظل قادرة على التوالد حتى سن 50. الثعابين لا تقترب من الأماكن التي بها بترول. التمساح يبكي عندما يفرح. أغلب النسور لا تموت بل تنتحر بسبب المرض. الجمل بإمكانه أن يشرب مرة واحدة كل 5 أشهر. الفئران تكره رائحة النعناع. المحار يمكنه تغيير جنسه من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر. الفيل بإمكانه شم الماء على بعد 5 كيلومتر رغم أن الماء ليس له رائحة. التمساح له لسان لا يتحرك لأنه مثبت في الجزء العلوي. البعوض ينجذب للشخص الذي يأكل الموز بكثرة. بيض النعام هو أكبر البيض الموجود في العالم لأن وزن البيضة قد يصل إلى 2 كيلوغرام. يمكن للأخطبوط التخلص من أدواره جميعا في حال تعرضه لهجوم من حيوان بحري مفترس، وتنمو هذه الأدوة في أسابيع. القطط لديها القدرة الكبيرة على سماع ما لا يسمعه البشر حيث يستطيع سماع الأمواج الفوق صوتية. عمر السلحفاة يصل إلى 150 عاما. يتراوح وزن الحوت إلى 200 طن. الخفاش هو الحيوان الوحيد من فصيلة الثدييات الذي يستطيع الطيران. الحيوان الوحيد الذي يستطيع تحريك فكه العلوي هو التمساح، ويحدث ذلك عندما يقوم بابتلاع الطعام.